سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق بنترست. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق بنترست. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.